اليوم هو الفرصة لمساءلة تجربة ديال الهيئات ديال التشاور وكذلك ديال الآليات ديال الديمقراطية التشاركية اللي جات باش تنزل على أرض الواقع مبادئ دستورية واللي عرفت التجربة خلال الولاية الانتدابية ديال المجالس الترابية ديال الجامعات الترابية في الفترة السابقة. فالمرصاد من خلال هذا اللقاء هذا كيبغي يسلط الضوء على هذه التجربة هذه وتقييم ديال الحصيلة ديال الولاية الانتدابية السابقة، وكذلك تسليط الضوء على خريطة الطريق بالنسبة للفرق الجديدة اللي غتشتغل بمعية المجالس المنتخبة على هذا الموضوع هذا، خاصة في الشق المتعلق بالبيئة وأكثر تركيزا على المعلومة البيئية، على اعتبار أن اليوم غالبية السياسة العمومية ترتبط بشكل وثيق بسؤال البيئة. لهذا الهدف الأساسي اليوم ماشي فقط نتوقفوا عند مراكز ديال الخلل اللي اعترت التجربة السابقة، ولكن كذلك تتمين أهم لحظات ديال المشرقة فيها، خاصة على مستوى مدينة طنجة اللي يمكن كرست تجارب رائدة في هذا المجال هذا حتى قبل القوانين التنظيمية وكذلك التنزيل العملي من خلال القوانين اللي جات بها الجماعات القوانين الترابية. إلى حدود اللحظة يمكن نقول بأن ما كاينش شي تغيير كبير مقارنة مع الفترات السابقة، مازال أهم القرارات هي خارج الدوائر ديال المجالس الترابية. التعاطي طبعا كيختلف ما بين ملف وآخر، لكن ما هو مصرح به أو ما هو معلن لحدود اللحظة هو خطاب فيه الكثير من الإيجابية، لكن التنزيل ديالو على أرض الواقع كيحتاج كذلك الكثير من الجرأة والإقدام وكذلك المسؤولية. وكنعولوا على أن اليوم بعد سنة ديال المؤسسات المنتخبة أنها تكون فعلا وعات هذه الحقيقة هذه وتخطو خطوات أكثر جرأة أكثر عملية على أرض الواقع. العرض ديالي بغيتو كنت غنبدا نقدم هذا الشيء ديال ما تعنيش الضافة. من حسن الحظ كنت محظوظ على أن من التوجيهات اللي خدتها من الأستاذ جنتي والسي ربيع والأستاذ الكبير ديالي السي سعيد الشكري. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.